والبيسكو ستافو في المقدمة خوسيه إدواردو، زي إدواردو وروجيريو النجم المحبوب. هجوم للنجمة، كرة خطيرة والكرة مرة سليمة. هذا الأسلوب وهذه الطريقة وبنفس صانع الألعاب لو توصل. على الجهة اليسرى نادر مطر، ولا قرار لرضوان جيل. عادت الكرة من جديد وذهبت الكرة إلى الخارج. رمية، يحاول يسدد كرة في الصد، عادت هذه خطيرة. التقدم والتسديد وملائكة ينجح من إنقاذ محاولة نادي المطر. لا زالت الكرة لنادر على طول العرضية الآن موجودة. بطولة عريقة، بطولة عريقة، بطولة تاريخية، بطولة يعني لا شك أنها محببة للبطولة. من جديد أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في كأس. لا زال يحافظ على كرته، الكرة تنحط، خطيرة خطيرة. بزي، كرة فيها تقدم كبير، وموسى النيجيري ومحاق، والكرة تبعد تبعد من دفاع النجمة. ضغط للفيصلي، ضغط خطأ الآن يحتسب لواحد من يفكر يسدد من جديد للجانب الأيمن. على طول على طول الكرة خطيرة، النجمة في الجول. مو بس هدف، أكثر من ذلك من محاولات لويس كوستافو ومجرشي والكرة اللي فاتت. تعال تعال تعال، أنا أعطيك بطاقة يا إيغور روسي وبطاقة صفراء. ماهر صبرا، ماهر كرته في الجهة اليسرى، تمريرة بينية 1-2 جميل جدا. لاعب رقم 8، كرة فيها تسديد، تصدم وتعود مرة أخرى لصالح النجم الآن. ارتداد هجومي وحسني، أمامية طويلة هناك في الجهة اليمنى للاعب خط المنتصف نادر مطر اللي لعب الكرة للجهة اليسرى. التمريرة خلف المدافعين، كرة تعود علي حمام بالكعب، كرة جميلة مرت لصالح فريق النجم الآن. تغيير لعب ممتاز هناك في الجهة اليسرى. حارس مرمى النجمة، حارس مرمى النجمة التي أصبحنا نرددها مع الجماهير اللبنانية. هنا محاولة وانطلاقة قائمة للإفريقي، انطلاقة جميلة ورائعة، البحث عن تكة، الكرة على طول ما توصل، وصلت لمخيذ ماهر صبرا. صبرا يرسل كرة بالرأس، ذهبت إلى ركلة ما فيها شيء. أصبحت للنجمة، عندنا انطلاقة حاضرة لمعتوق يتقدم فعلا. بالذات حسام بن يحيى، غازي العيادي، وكذلك التحركات من النوادي في المقدمة. المدربين من تونس الآن. هنا محاولة، الكرة فيها تقدم وتحرك حاضر عن طريق نادر مطر على الجهة اليسرى. الآن حمزة العقربي، الآن هنا محاولة وفرصة قائمة للنجمة، الفرصة لا زالت متاحة والعرضية موجودة من نادر مطر، وخطيرة سليمة. اي والله سليمة. الآن تحرك والكرة توصل مقطوعة. بدأنا ندخل وقت صعب وعصيب على الطرفين، والتحرك الآن جميل. الكرة إلى معتوق، حطها حلوة، حطت جول جول. ركلة جزاء نادر بطر مرة أخرى من الحكم المساعد حسام تعبان. الكرة توصل في
فحافظ عليك. هكذا يعبر، كلمة حلوة يعني. المباراة بالتعادل تبدأ، فعليك أن تحافظ عليه. بالنسبة للفريق يكفيه التعادل، وبالتالي هو الآن دفع في لبنان والمتأهل إلى الدور التالي من البطولة، وسيواجه الرجاء المغربي سلام صغارته، بينما حتى الآن النجمة في مواجهة الترجي. كرة توصل، البحث من بزي